اهلا وسهلا بيكم النهاردة، وهنعمل مع بعض سلطة الطحينة بأبسط الطرق في البيت. عندك عندي سلطة الطحينة، هاخد عندي 4 أو 5 معالق طحينة مع معلقتين دقيق، دي بديل للزبادي. احنا بنعملها بطريقة سهلة، بديلة للزبادي، وفلفل أخضر مقطع صغير جدا، وثوم مهروس، وربع كوباية خل، ونص ليمونة. لو بدأت في الأول الطحينة لازم أحط بهاراتها، حطيت ملح كمان، كمون وفلفل اسمر، ونزلت بمعلقتين الدقيق. طبعا الدقيق عشان افكه، اول ما هقلبه مع بعض كده فهيبقى في تكتل. هبدأ افك بايه؟ هفك معايا بالخل واحدة واحدة، ان هو لغاية لما التكتلات اللي فيه تفك خالص. تبدأ اول ما الخل يفك منها كده وتبدأ التكتلات تروح، فاعمل ايه؟ بنزل بالمية تدريجيا، حاجة بسيطة، وممكن استغنى عن المية خالص، بس انا زودت هنا حوالي يعني اقل من ربع كوباية مية خالص، بحيث ان هي ايه تغير طعم الخل وتكسر الطعم يبقى مظبوط. وانا بضرب نزلت بنص ليمونة وعصرتها، بعدين حطيت الثوم المهروس مع الضرب المستمر، طبعا بالمضرب او بالمعلقة، بس بالمضرب اصلا هيفكها لك كويس جدا، وضربتها. سلطة الطحينة بتقدميها مع اي حاجة، على مع العشاء، مع المكرونات، مع الكفتة، طبعا بتتحط على اي حاجة. وقدمتيها وعملتيها في بيتك وما اشتريتيهاش من بره، وحاجة نظيفة انتي عملتيها بايدك.